السيدات والسادة، أهلا بحضراتكم ومرحبا. نشرة الأخبار، أهلا بكم، وبداية نشرتنا بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يعرب عن اعتزاز مصر بعلاقة التعاون القوية مع اليونان. تحليق مكثف لمقاتلات الجيش السوداني في الخرطوم، وقواته تتقدم في أجزاء واسعة في أمدرمان. موسكو تعتبر تزويد كييف بقنابل عنقودية دليل ضعف وغير مؤثر على مسار الأعمال العسكرية. أهلا بكم، ونتابع في نشرتنا الاقتصادية. وزير قطاع الأعمال يتابع مراحل التشغيل التجريبي لمصنع غزل 4 بالمحلة الكبرى. تفاصيل الثامنة، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا اليوم مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس تقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء اليوناني لفوزه الكبير في الانتخابات البرلمانية التي حقق فيها الحزب الحاكم في شهر يونيو الماضي فوزا كبيرا. كما أعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون القوية مع اليونان، مؤكدا الحرص على تعزيزها على جميع المستويات. تقدمت مصر بالتهنئة لرئيس سيراليون جوليوس مادا بيو لإعادة انتخابه في أعقاب عملية انتخابية عكست مدى الوعي الذي يتحلى به شعب سيراليون الشقيق. وأكدت مصر مساندتها للرئيس مادا بيو في استمرار العمل على تحقيق تطلعات وآمال الشعب السيراليوني. وفي هذا الشأن تتطلع مصر كذلك في ضوء عمق العلاقات التاريخية التي تربطها مع سيراليون للتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين ودفع مسار العلاقات الثنائية قدما بينهما. أعلن سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما بسام راضي اليوم أنه تم انتخاب مصر بالإجماع من قبل المؤتمر الوزاري الحالي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو لعضوية مجلس المنظمة لثلاث سنوات مقبلة وحتى عام 2026، وذلك تقديرا لجهود الدولة المصرية اللافتة في مجال الزراعة والأمن الغذائي وزيادة رقعة استصلاح الأراضي وإدارة المياه وتطبيق أحدث وسائل الري الحديث. أضاف راضي أن مجلس منظمة الفاو يعد الجهاز الرئاسي الأهم بالمنظمة، ويضم عددا من الدول ذات الخبرات والتجارب العريقة الناجحة في تلك المجالات، ويقوم بصياغة وإقرار ومتابعة كافة سياسات واستراتيجيات المنظمة في جميع أنحاء العالم ذات الصلة بالأمن الغذائي. وكان السفير بسام قد شدد خلال كلمته أمام مؤتمر وزاري لمنظمة الأغذية والزراعة على أن مصر تولي قضية المياه أقصى درجات الاهتمام من خلال المحافظة على مواردها المائية التاريخية وتنميتها وحسن إدارتها. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حرص الدولة على تكثيف العمل من أجل تيسير سبل تواصل المواطن مع الحكومة ومضاعفة الجهود المبذولة في تلقي الشكاوى والاستغاثات من قبل المواطنين ورصدها ومعالجتها، وكذلك تحقيق أفضل استجابات ممكنة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ما من شأنه توطيد جسور الثقة بين الحكومة والمواطن. جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يوليو المنقضي. وكانت منظمة الشكاوى قد تلقت نحو 108,000 شكوى وطلب استغاثة خلال الشهر الماضي، وتم توجيه 86,000 منها لجهات الاختصاص المرتبطة بالمنظومة إلكترونيا وفقا لضوابط الفحص.
أعلن وزير التنمية المحلية هشام أمنة عن بدء المحافظات اليوم في تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، وتستمر حتى 28 من نفس الشهر تنفيذا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة. وشدد وزير التنمية المحلية على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسوي له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة. أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أن حملة 100 يوم الصحة تعمل من خلال 5000 وحدة رعاية أولية بجميع المحافظات و500 قافلة علاجية شاملة. نعم، قال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن الحملة تكثف خدماتها الصحية المقدمة للمواطنين على مدار 100 يوم وفقا لأهداف المبادرة الرئاسية للارتقاء بالصحة العامة. حالة من الرضا عبر عنها المواطنون الذين يترددون على الوحدات الصحية بالقرى للاستفادة من مبادرة 100 يوم صحة، شعور عبر عنه أهالي قرية الشوبك التابعة لمركز شبين القناطر بالقليوبية. أي ابني حتى ما بيعي أي حاجة باجي على الوحدة باجي وأنا مطمنة، ما فيش أي قلق خالص، بتجي تحاليل كأسنان بطنة كل حاجة زي الفل. ممتازة. جاي اكشف على ابن بنتي عشان السمع، كشفت عليه وقالت لي 100 100، مفيش اي حاجة، وصوروا 100 100، مفيش اي حاجة. وزارة الصحة اكدت ان الدولة تعمل على الارتقاء بالمبادرات والخدمات الصحية. مبادرة متحركة بتتحرك لاماكن اكثر فقرا واكثر احتياجا للمواطن المصري، بحيث ان هو يعني نوصل للمواطن في كل مكان، بحيث ان احنا نقدم له خدمة طبية متميزة. وطبعا الخدمات دي كلها مجانية، وطبعا اذا كان في اي مريض محتاج بعد كده تحويل لمستشفى او مركز طبي بيتحول. طبعا ده كل قراراتنا في الدولة وبتتعمل وهو واقف. في مبادرات طبعا الجديدة زي العلاج الكلوي وزي فحص مرض الزواج والجنين والسمعيات، طبعا دي كلها مبادرات كانت في منها كان موجود، لكن المبادرات الجديدة دي طبعا كلها طبعا بتبقى يعني ايه بتقدم خدمة افضل على اساس كلها مجمعة في اماكن واحدة. وخلال المبادرة يتم تقديم خدمات الطب الوقائية. نستهدف صحة المواطن، بناخد عينات من الأغذية من المحلات والمطاعم وأماكن التجمعات عشان نضمن غذاء سليم صحي، وصحة البيع عندنا بتاخد عينات من المية ومحطات معالجة المية ومن الخزانات عشان نضمن مياه نظيفة صحية. احنا كده الرعاية الأساسية مع القسم الوقائي بنضمن حياة سليمة للمواطنين جميعا. وتقدم المبادرة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان. دلوقتي الحمد لله كل حاجة بقت متوفرة ومجانا، يعني البرشام مجانا، حتى لو في أي حاجة بنيجي نتكلم معاهم، مثلا لو أنت تعبانة من الوسيلة ولا حاجة، في مثلا الجيل الثالث في الجيل الرابع، هم بصراحة معرفين على كل حاجة الحمد لله. وانطلقت مبادرة 100 يوم صحة في 25 من يونيو الماضي وتستمر على مدار 100 يوم. وتعمل هذه المبادرة على تطوير أهداف المبادرات الصحية السابقة، مبادرات من المأمول أن تكون خطة عمل مستدامة من أجل صحة المجتمع المصري. من وحدة صحة الشوبك بالقليوبية، محمود العزالي، النيل. تفقد أعضاء فريق البعثة الطبية بمكة المكرمة الحالات المرضية من الحجاج في المستشفيات السعودية، وعددهم 32 حالة من بينهم 18 حالة بالعناية المركزة. نعم، هذا وتتولى البعثة التنسيق مع السلطات السعودية لعمل اللازم للحجاج المرضى وبحث كيفية عودتهم إلى أرض الوطن. مستشفى النور التخصصي واحد من 8 مستشفيات بمكة المكرمة تستقبل الحالات المرضية من الحجاج المصريين، وقد بلغ عدد المرضى بها إلى 40 حالة. تم تقديم الخدمات العلاجية والتدخلات الجراحية الدقيقة لها من قبل كوادرها الطبية بالتعاون والتنسيق مع البعثة الطبية المصرية، وتم خروج معظم الحالات عدا حالات 3 يتواصل تقديم الخدمة العلاجية لها على مدار الساعة. احنا الحمد لله مستشفى النور تبقى منها 3 حالات فقط، هي استقبلت عدد حالات منذ بدء المناسك الى الان 40 حالة تم دخولها المستشفى، 8 حالات لقسم الطوارئ، وتم الخروج الفوري بعد ملاحظتهم واخذ العلاجات والعلاجات اللازمة ليهم وخروجهم من قسم الطوارئ. المتبقي من الحالات 32 حالة دخلوا اقسام الداخلية باقسامها المختلفة،
29 حالة الحمد لله تم خروجهم وخروج تحسن وخروجهم من المستشفى، تبقى 3 حالات فقط. احنا النهارده جايين عشان نتابع الحالات دي والوقوف على اخر المستجدات الخاصة بيها عشان بإذن الله يعني نشوف حالتهم ايه ونقدر ان احنا يسافروا والعودة بسلامة الله الى الوطن ان شاء الله بإذن الله. ومن ضمن حالة واحدة في العناية المركزة، انما الحالة العامة بالنسبة للثلاث حالات مطمئنة ومستقرة، وان شاء الله يكون يعني نقدر ان احنا نتواصل مع الحالات لغاية اخر وقت لبيان موقفها قبل الرجوع الى مصر الحبيبة ان شاء الله بإذن الله. الحالات المرضية الثلاث من الحجاج المصريين بالرغم من انها حالات تحتاج الى عناية وتدخلات جراحية دقيقة الا انها حالات مستقرة ويتم علاجها والتنسيق لرجوعها الى ارض الوطن بسلامة الله. في حالة جراحة مخ وعصب اللي كنا بنقولها في الرعاية المركزة، الحالة دي كانت عاملة تفريغ خراج في المخ، كانت تعبت قبل المشاعر، دخلت عملت تفريغ خراج في المخ جراحة مخ وعصب، ويعني الحمد لله درجة الوعي بتاعتها بتتحسن، مش على تنفس صناعي، الأمور تعتبر مستقرة. في حالة تانية كبد وجهاز هضمي، دي كانت جاية بنزيف من الشرج، والحمد لله الأمور دلوقتي أحسن، عملت منظار وأمورها مستقرة وبتتجهز برضو للخروج بعد استقرار الحاله. في حاله ثالثه دي من مرضى منومين في الطوارئ، الحاله مستقره برضو تحت المتابعه. المرضى من الحجاج المصريين اثنوا على الخدمه التي قدمت لهم داعين الله بالقبول والعوده الى ارض الوطن. شد حيلك بقى عشان كده عشان تيجي معانا اهو، احنا جينا عشان تقومي بالسلامه وترجعي معانا ان شاء الله، عشان نرجع الا وانت معانا باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله مش محتاجه حاجه. احنا جايين نطمن عليك وكل يوم هنجي لك ان شاء الله لغايه لما تيجي معانا باذن الله ان شاء الله. الف سلامه ليك. الف سلامه ليك. الكل هنا في صراع مع الزمن سواء على مستوى البعثات الطبيه المصريه او السلطات السعوديه لتوفير الخدمات العلاجيه والتدخلات الجراحيه للحجاج المصريين وسرعه شفائهم وعودتهم سالمين غانمين لارض الوطن. محمد حلمي، النيل. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تبني مؤسسة صناع الخير إحدى كيانات التحالف الوطني الطالبة. ندى عبد الباقي ابنة محافظة بورسعيد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري، وكذلك الطالبة سعاد مصطفى الملقبة بزويل الفيوم وهي صاحبة ابتكار الثلاجة الموفرة، و تقرر أيضا إهداؤهن منح دراسية كاملة طوال فترة دراستهن وحتى استكمال الدراسات العليا. وأوضح التحالف في بيان له أن ذلك يأتي في إطار مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات النبيين من غير القادرين وتشجيعهم على استمرار تفوقهم بمنح دراسية تغطي قيمة المصروفات الدراسية المخصصة لهم. استقبلت أكاديمية الشرطة عددا من الشباب المشاركين بمنحة نصر للقيادة الدولية من 58 دولة من مختلف دول العالم. استقبلت أكاديمية الشرطة نخبة من الشباب والفتيات المشاركين ببرنامج منحة نصر للقيادة الدولية الدفعة الرابعة تحت شعار شباب عدم الانحياز وتفعيل تعاون الجنوب، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية رئيس الجمهورية انطلاقا من دور مصر الرائد في دعم وتعزيز المشاركة الشبابية والدفع بالشباب بعد تأهيلهم في المناصب القيادية. هؤلاء الشباب من 58 دولة من كل قارات العالم أتاحت الداخلية لهم الفرصة للقيام بجولة داخل الأكاديمية بدأتها بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة، وتعرفوا على مساهماته العلمية والتدريبية في دعم وتدريب الكوادر الأمنية من مختلف الدول، وكذا كلية الدراسات العليا وإسهاماتها الفعالة في تمكين الضباط المصريين والوافدين من استكمال دراستهم العليا. شباب بتبقى منبهرة بالزيارة للأكاديمية على مدى السنوات اللي احنا شفناها قبل كده، بيأثر فيهم بشكل كبير ان هم بيلاقوا ان الدارسين في الدراسات العليا من دول أفريقية ودول غربية كتير جدا، فدي بيعرفوا قد ايه ان الصرح دوت بيساهم وبيشارك بشكل كبير في المجال الشرطي والقانوني على مستوى العالم كله. I'm really impressed by this huge institution.
I now could understand why the safety and security in Egypt so high. I'm really pleased to be here, and today we are visiting the police academy, which that shows how the structure, how it works, and it's important information for my country that I will bring. وشاهد الوفد إمكانات المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام ودوره في إعداد الكوادر الأمنية المحلية والدولية للمشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية. And the most magnificent services that they do for the for the Egyptians, for the region, and for the continent of Africa, and also for the world. الشباب اللي موجود من الدول الأفريقية بصراحة كانوا يعني متحمسين جدا، انبهروا بالإمكانيات الموجودة في جنود الشرطة، الخدمات اللي بتتقدم للجمهور وللشعب المصري والعربي والأفريقي في تواجدهم أثناء تواجدهم داخل مصر. I really thank you all for this event and I'm really happy to stay here. انتقل الشباب خلال جولتهم إلى كلية الشرطة حيث شاهدوا ما تتمتع به من إمكانات تدريبية وتعليمية تشهد عليها العروض التي قدمها طلبة الكلية للحضور في ميادين التدريب المتطورة داخل الكلية. استعرضوا خلالها مهاراتهم القتالية المتنوعة ولياقتهم البدنية وكيفية محاكاة المواقف الأمنية وبمهارة كبيرة، كذا تدريباتهم في ميادين التدريب الأمني الفني على التخصص الوظيفي. تجربة جدا عظيمة من حيث الإدارة المؤسسية، التنظيم، قوة العرض اللي شفناه اليوم بدل على شيء مؤسس بدقة حقيقة، أنه كان شيء ممتاز ورائع وبمستوى عالي من الاحترافية. نتمنى أن تعمل جميع الدول في المنطقة بهذه الميادين. The courses from here are really rare. I mean, they give a lot of opportunities for young people in Egypt to provide them enough knowledge, skills to develop their career. حبيت كتير التدريبات والتعليمات اللي هن عم يعملوها للشرطة والاستراتيجيات اللي هن عم يعملوها للتنمية المستدامة، فهيدا كتير بحب لاقي الاستراتيجيات هاي تنعمل بلبنان وناخد من تطبيقات مصر ونحطها بلبنان، لأن احنا لازم كدول عربية نشد ايدينا على بعض. يسعدنا اليوم بزيارة هذا المكان، وكل الشكر والتقدير للقائمين على هذه الأكاديمية على حسن الاستقبال وحسن التقديم. وشاهد الوفد عروضا متميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة والمستخدمة في بعض المهام الأمنية. الأشياء التي موجودة هنا تعبر عن رؤية قيادة حكيمة واستراتيجية أمنية واضحة يشارك فيها رجال الأمن في مجالات مختلفة منها علمية واجتماعية وثقافية. تدريب قوي جدا، تالنتد جدا، مش موجود في حتة غير في مصر، يعني حتى على مستوى إفريقيا زمايلنا الأفارقة هنا منبهرين بالمواضيع دي. دور أمني متميز لأكاديمية الشرطة تؤكده الزيارات الدولية المتواصلة لهذا الصرح الذي لا يقتصر دوره على إعداد الكوادر الأمنية على المستوى المحلي، بل يمتد ليشمل الكوادر الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي. طالب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفان كونفون إسرائيل بأن تمتنع بشكل مباشر وواضح عن أي إجراء أو عمل يضر بالمدنيين الفلسطينيين، وأن تحترم القانون الدولي خلال أي عملية عسكرية، وأن تقوم بالتحقيق بشكل علني في تجاوزات المستوطنين وتحاسب من يقوم بالاعتداء منهم. جاء ذلك خلال تفقده و30 دبلوماسيا آخرين أثار الدمار في مخيم جنين الناجم عن العدوان العسكري الأخير. وأوضح سفانكون أن الهدف من الزيارة هو التضامن مع السكان المدنيين في المخيم الذين يجب أن تتم حمايتهم تحت ظروف كافة، خاصة الأطفال منهم والعائلات. اعتقلت اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة ومحافظة رام الله،
وسط الضفة الغربية المحتلة. وأضافت مصادر أمنية فلسطينية أنه جرى اعتقال شابين من بلدتي سلواد والمغير شرق رام الله، في حين اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من بلدة بدو الواقع خارج جدار الفصل العنصري في مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد مداهمة منزليهما. وتشهد قرى وبلدات محافظة رام الله في الآونة الأخيرة اقتحامات وعدوانا من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذين يحاولون إقامة بؤر استيطانية جديدة بحماية من قوات الاحتلال، الأمر الذي يفجر مواجهات يسقط خلالها شهداء. قالت وزارة الصحة ولاية الخرطوم إن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات في قصف جوي نفذه الجيش السوداني قرب مدينة أم درمان. يأتي ذلك بينما دخل الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعه 12 على التوالي. تطورات متسارعة تنبئ بأن الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد يستمر لفترة أطول مما يأمله السودانيون أنفسهم. فمع اتساع خريطة الصراع بين الأطراف المتناحرة والتي امتدت في الأيام الأخيرة إلى مناطق جديدة أهمها مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان لتنضم للخرطوم وأم درمان، انتقل الصراع إلى الفصل الأعنف والذي استخدم فيه مزيج من القصف المدفعي والجوي بالطائرات الحربية والمسيرة. اشتباكات عنيفة دارت في محيط سوق المدينة، الأمر الذي دفع آلافا آخرين للنزوح غربا، وذلك بعد أن هاجمت قوات الدعم السريع مدينة بارا في ولاية شمال كردفان وارتكبت أعمال سلب ونهب للبنوك والمنشآت الحكومية وسيطرت على طريق بارا الأبيض. وبينما يعلن الجيش السوداني حالة الاستنفار والتعبئة في الخرطوم بحري وأم درمان التي تشهد على مدار 3 أيام قصفا متواصلا وسماع دوي انفجارات أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين، انتقال الصراع من المناطق العسكرية إلى المناطق السكنية في العاصمة وجنوب وشمال كردفان فضلا عن دارفور والنيل الأزرق يرسم وضعا ضبابيا لإحلال السلام في البلاد. وبحسب مراقبين فإن فرضية استمرار الصراع لفترة أطول هو الاحتمال الغالب على المشهد في السودان، على الرغم من دعوة حركة تحرير السودان حركات ناشطة محليا بجمع كافة المبادرات الرامية إلى وقف الحرب في السودان إلى مبادرة وطنية واحدة تبدأ بوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة تصريف أعمال. لاقى قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية إدانات واسعة النطاق. هذا من جانب الدول المؤيدة لروسيا بالطبع. سفير روسي لدى الولايات المتحدة قال إن القرار الأمريكي جاء بدفع اليأس وإن هذه الخطوة لن تؤثر على عزم روسيا على تحقيق أهدافها عملياتها العسكرية الخاصة. يبدو أن العالم بات على حافة الهوية بسبب تطور نوعي في الأسلحة المقدمة لأوكرانيا في مقابل موسكو، ما يثير غضب الدب الروسي. قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية لاقى إدانات دولية واسعة من جانب منظمات حقوقية لواشنطن. أحد أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن وصف القرار بأنه خطأ فادح وجسيم، وأضاف أن القنابل العنقودية محرمة دوليا من جانب نحو 120 دولة بسبب قوتها التدميرية العالية، حيث أن انفجار القنبلة العنقودية ينتج عنه انفجار أعداد ضخمة من القنابل الأصغر والتي تنتشر في مساحات واسعة، ما يتسبب في وقوع العديد من الضحايا بشكل عشوائي.
ومما يزيد من خطورة تلك النوعية من القنابل أنها لا تنفجر إلى حين ترتطم بالأرض أو بجسم صلب، وفي حالة عدم انفجارها تمثل خطورة شديدة على المدنيين لسنوات طويلة، قد تستمر لعقود وعقود بعد انتهاء الصراع. وتعتبر الذخائر العنقودية من الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقية دولية صدقت عليها 123 دولة باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا. وأتى القرار الذي أكد رئيس الأمريكي جو بايدن أن اتخاذه كان صعبا للغاية في وقت تعاني قوات كييف للتقدم ميدانية في هجوم مضاد أطلقته قبل الشهر لاستعادة أراض تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها. روسيا، وعلى لسان سفيرها في واشنطن أناتولي أونتونوف، قال إن القرار الأمريكي جاء بدفع اليأس، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تؤثر على عزم روسيا على تحقيق أهداف عملياتها العسكرية الخاصة. السفير الروسي بواشنطن قال إن المستوى الحالي للاستفزازات الأمريكية خارج المخططات بالفعل، مما يجعل البشرية أقرب إلى حرب عالمية جديدة. ومع دخول النزاع في أوكرانيا يومه 500، تمسك كييف بزمام المبادرة، غير أن هجومها المضاد على القوات الروسية يتقدم ببطء. تطالب كييف الغرب بالمزيد من الأسلحة مع تعرض مدنها لقصف روسي متواصل. 500 يوم مرت على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولإحياء هذه الذكرى قام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بزيارة جزيرة الثعبان الصغيرة في البحر الأسود التي تحدى المدافعون عنها سفينة حربية روسية مع بدء الحرب. ووضع زيلينسكي الزهور تكريما لأولئك الذين دافعوا عن الجزيرة، وأثنى على جميع الجنود الذين قاوموا على الجزيرة التي استولت عليها موسكو بعد وقت قصير من بدء الحرب قبل أن تستعيدها القوات الأوكرانية. من هنا بالتحديد ومن مكان النصر هذا أريد أن أشكر كل جنودنا على قتالهم طوال هذه الفترة، وعسى أن تكون الحرية التي أرادها جميع أبطالنا لأوكرانيا في مختلف العصور والتي علينا أن نصفر بها الآن تكريما لكل أولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بلادهم. وإحياء لمرور 500 يوم على الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 9000 مدنية وفقا للأمم المتحدة، توجه زيلينسكي خلال زيارته لتركيا في الصباح إلى مقر البطريركية القسطنطينية في اسطنبول، حيث أدى صلاة من أجل ضحايا النزاع في بلاده. وعلى الجانب الآخر، تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو سير تدريب المنتسبين الجدد للجيش الروسي في المنطقة العسكرية الجنوبية على استخدام دبابات جديدة. ظهر شويغو مرتديا الزي العسكري وهو يتفقد الجنود في ميدان للرماية، مؤكدا أن التدريبات تجرى على معدات عسكرية جديدة لتطوير عناصر الحماية وإتقان مهارات تدمير الأسلحة الغربية، فيما يشير إلى دخول الصراع مرحلة جديدة. أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلن في اليوم الثاني من زيارتها لبكين على أهمية التعاون بين الصين والولايات المتحدة لتمويل مكافحة التغير المناخي وكذلك الحوار المباشر بين البلدين بشأن القضايا الاقتصادية. نعم، يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه نائب رئيس الوزراء الصيني لي فانغ عن أسف بلاده إزاء الحوادث غير المتوقعة التي أضرت بالعلاقة بين البلدين. في ثاني أيام زيارتها للصين، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية أن التعاون بين بكين وواشنطن ضروري لتمويل مكافحة التغير المناخي. وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين قالت لمسؤول الحكومة الصينية وخبراء المناخ إن الولايات المتحدة والصين باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم يجب أن يتعاونا معا لمكافحة التهديد الوجودي الذي يشكله تغير المناخ. يالين قالت إن مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة والصين في مجال تمويل مكافحة التغير المناخي هو أمر ضروري، مشيرة إلى أن البلدين هما أكبر مصدرين لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم وأكبر مستثمرين في الطاقات المتجددة.
الصين التي طالما تصنفها الأمم المتحدة ضمن الدول النامية قالت إن مسؤولية مساعدة الدول الفقيرة على تحمل تكلفة مواجهة تغير المناخ تقع على عاتق الدول المتقدمة، لكن بكين تقول إنها يمكن أن تساهم في مواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ على أساس طوعي. ونظرا لحجم البلدين يعد التعاون بين الولايات المتحدة والصين أمرا حيويا للجهود الدولية لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، حيث يعد دعم بكين وواشنطن وغيرهما لمؤسسات قائمة متعددة الأطراف معنية بقضايا المناخ مثل صندوق المناخ الأخضر وصناديق الاستثمار في المناخ يمكن أن يعزز تأثير هذه الجهود. كانت بكين قد علقت لفترة وجيزة العام الماضي المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن المناخ والأمن وقضايا أخرى ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي لتايوان. وتأتي زيارة يالين إلى الصين بالتزامن مع تصاعد التوترات السياسية وتأزم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مسعى للبحث عن سبل لتهدئة التصعيد في العلاقات المتوترة بين البلدين. ودعت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى إصلاحات للسوق في الصين وانتقدت الإجراءات الصارمة التي اتخذتها بكين في الآونة الأخيرة ضد الشركات الأمريكية والضوابط التي فرضتها على تصدير بعض المعادن، في حين دعاها رئيس مجلس الدولة الصيني لي كاتشاينغ إلى التوصل لتسوية مع الصين وإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح. أرسلت الصين 13 طائرة وست سفن في المجالين الجوي والبحري حول تايوان خلال 24 ساعة الماضية، وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنها تراقب الوضع وأن أنظمة الصواريخ الأرضية مستعدة للرد، كما أضافت أن مقاتلات صينية وطائرات استطلاع وطائرة حربية مضادة للغواصات قد عبرت الخط الأوسط في مضيق تايوان الذي يعمل للحدود بين الجانبين، ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي جنوب غرب تايوان. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تدمرت آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية لتستكمل بذلك عملية بدأت عام 1997 عندما وقعت الاتفاقية العالمية لحظر هذه الأسلحة الفتاكة. وفي بيان له تجمع بايدن بقية دول العالم على التوقيع على اتفاقية عام 1997 من أجل أن يصل الحظر العالمي بالأسلحة الكيميائية إلى كامل طاقته ونطاقه. أعلنت الولايات المتحدة أنها استكملت تدمير آخر أسلحتها الكيماوية في خطوة تشكل بداية تحول رئيسي على نطاق عالمي. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان أنه منذ أكثر من 30 عاما تعمل الولايات المتحدة بلا كلل للقضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية. اليوم أنا فخور بأن أعلن أن الولايات المتحدة دمرت بأمان الذخيرة الأخيرة في هذا المخزون، وهو ما يقربنا خطوة إلى الأمام نحو عالم خال من أهوال الأسلحة الكيماوية. وفي أعقاب إعلان الولايات المتحدة تدمير آخر ما تملكه من هذه الأسلحة، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن كل المخزونات المصرح عنها تم تدميرها بشكل لا رجعة فيها، لكن المنظمة حذرت من أن استخدام هذه الأسلحة في الأعوام الماضية يعني أن على العالم البقاء يقظا حيال انتشارها. وشدد أرياس على أن الاستخدام الحديث والتهديدات باستخدام مواد كيماوية سامة كأسلحة يؤشر إلى أن الحول دون عودة هذه الأسلحة سيبقى أولوية بالنسبة إلى المنظمة. كان الموقعون الآخرون لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لعام 1997 قد سبق لهم أن دمروا احتياطاتهم وفق ما أعلن أرياس في مايو، مشيرا إلى أن أكثر من 70,000 طن من أخطر السموم في العالم قد دمرت بإشراف منظمته، ومن بينها غاز الخردل والسارين وفي أكس.
متواصلون معكم من التلفزيون المصري، ويبقى لدينا المزيد من المتابعات منها. وزارة الشباب والرياضة تنظم فعاليات الملتقى الأول للموارد البشرية. وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات مشروع الأساتذة لتقديم التراث الفني بصورة عصرية. افتتح وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الملتقى الأول للموارد البشرية تحت عنوان ريادة الأعمال أساس النجاح. جاء ذلك بحضور عدد من المختصين بالرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمركز الأولمبي بالمعادي. تنفيذا لرؤية واستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، انطلقت فعاليات الملتقى الأول للموارد البشرية ريادة الأعمال أساس النجاح، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بحضور ممثلين عن الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومدير مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية. طبيعة عملنا مركب، طبيعة عمل مركبة، وكمان في الجانب الآخر حتى في القطاع الشبابي هو صميم احتياج العمل في مستهدفات الدولة المصرية واهتمام مباشر وتوجيه مباشر من القادة السياسية الشباب. وبالتالي لما هيكلنا هذا القطاع الكبير وحطينا بعناية ايه المفروض يكون موجود يخدم هذا المستهدف داخلي للديوان وخارجي يعني او داخلي مرتبط بالداخلي في المحافظات، وحطينا استراتيجية وطنية للشباب وحطينا استراتيجية وطنية للرياضة، وقلنا احنا بنروح من 5 سنين لأربعين سنة، ده الاحتياج ان احنا نشتغل هذا العمل. تسعى الدولة خلال الفترة السابقة وحتى الآن من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى تحديث الملفات الوظيفية والهياكل التنظيمية للوزارات والهيئات وكافة الجهات الإدارية، وبما يشكل جزءا هاما من ملف الإصلاح الإداري بالدولة ضمن منظومة ذات أسس واضحة تضمنها الدستور وأعقبها صدور قانون الخدمة المدنية، والعمل على تحديث النظم الوظيفية والسعي لتحقيق العدالة والشفافية في نظم الاستحقاق للترقية وأسلوب التقييم لمختلف الموظفين. يهدف الملتقى إلى توحيد رؤية عمل الموارد البشرية وتنميتها وتحديث الهيكل التنظيمي لكافة الوزارات والهيئات وتحقيق العدالة والمساواة والشفافية في الجهاز الإداري للدولة. إذا كنا بنهتم بالمورد البشري إذا لابد اهتم أولا بطريقة اختيار. هل النهاردة عندي منظومة محترمة أقدر من خلالها تحقق الشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة والمساواة وتبقى فعلا مبادئ دستورية الناس تلمسها؟ الحمد لله معليك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خد واتجه في هذا الاتجاه بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات. هذا المركز معليك بيضمن للجميع وبيؤكد على تحقيق العدالة والمساواة. 4 جلسات على مدار يومين يناقش فيها الملتقى عدة محاور حول نظم تطوير الإدارة المؤسسية بما يحقق الاستثمار الأمثل في البشر من خلال التدريب والتأهيل وخلق الابتكار وربطه بالبحث العلمي لرفع معدلات الإنتاج. من مقر المركز الأولمبي بالمعادي، عبد الحميد صقر، النيل. قال الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أن مشروع الأساتذة يمثل بداية انطلاقة قوية لإعادة صياغة تراثنا الموسيقي بأساليب عصرية متجددة بصورة تناسب إيقاع العصر، كذلك مع الاحتفاظ بالهوية الفنية الأصيلة. وخلال الحفل تغنى النجم مدحت صالح بمختارات من أعمال كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب ومحمد فوزي ورياض السنباطي. في سهرة فنية من أجمل السهرات التي احتضنتها دار الأوبرا المصرية وشهدت حضورا جماهيريا غير مسبوق ومن كافة الأعمار، انطلقت أولى حفلات مشروع الأساتذة الذي تتبناه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع الفنان مدحت صالح. عيوني جميلة
مجموعة من الحفلات. الحفلات دي عبارة عن إحياء للتراث الموسيقي المصري بشكل معاصر. النهاردة هيفتتحوا الفنان مدحت صالح، هيقدم أول حفلة، وبعد كده هيكون في مجموعة من المطربين المعروفين في الأوبرا والمشاركين قبل كده في حفلات نجوم أو مواهب جديدة هتظهر، وهيكون في حفلة كل شهر في سلسلة حفلات الأساتذة. ومن ألحان الأخوين رحباني لفيروز شد الفنان مدحت صالح بشط اسكندرية، ولكن بتوزيع جديد جذب الجمهور وحافظ في نفس الوقت على اللحن الرائع. عندنا تراث مهم جدا من زمن الفن الجميل، عندنا ألحان وملحنين عظماء. إعادة الصياغة الأوركسترالية للأعمال دي مهمة جدا، إن الأجيال الجديدة تتناول الألحان دي والموسيقى المصرية الحقيقية بشكل يليق بيها. مدحت صالح اختار ألحان مصرية قديمة من تراثنا كلنا بنحبها، حتى الصغيرين بيحبوها. أعاد صياغة توزيعها بأشكال تناسب الأوركسترا، بحيث إنه لو راح في أي حتة في العالم يقدر بنفس النوى دي ينفذ نفس الأعمال. الموسيقى حلوة جدا واختياره للألحان رائع. بباقة مختارة من أجمل ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي ورياض السنباطي، شاد الفنان مدحت صالح بمجموعة من أجمل الأغاني التي أمتعت الجمهور في أولى حفلات الأساتذة. هذا المشروع الفني الذي جمع دار الأوبرا المصرية بالفنان مدحت صالح ويهدف إلى إعادة إحياء التراث الموسيقي بطريقة جديدة، ولكن مع الحفاظ على طابعها الفريد. لمياء موافي، النيل. ومن الموسيقى إلى الساحات الاقتصادية وأهم وآخر أخبار المال والأعمال بصحبة حسام الدين عاطف. شكرا للزميلة ريهام رغاي، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. هذه باقتنا الاقتصادية في نشرة الثامنة. قام وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت بجولة تفقدية داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، شهد خلالها التشغيل التجريبي لمراحل الإنتاج المختلفة وصولا للمنتج النهائي، وذلك في مصنع غزل 4 المنتظر افتتاحه خلال أسابيع. وشهد الوزير تشغيل الماكينات، نقل القطن الخام والغزول المنتج إلى مصانع النسيج المختلفة وشحنها إلى موانئ التصدير أيضا، كما تفقد مركز التدريب والمعامل ومناطق الخدمات والمرافق، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج. أكد وزير الاتصالات عمرو طلعت حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجاري تنفيذها بمحافظات مصر كافة. جاء ذلك خلال جولة للوزير ومحافظ المنوفية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة المنوفية. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية في إعداد استراتيجية التنمية الصناعية وتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي. الوزير قال خلال لقائه المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المعروفة باليونيدو، قال إن هذا اللقاء استعرض برنامج الشراكة بين مصر واليونيدو ومشروعات التعاون الحالية والمستقبلية أيضا. كما تناول اللقاء آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، حيث تعد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية شريكا رئيسيا في إعداد هذه الاستراتيجية. عقد وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع عقدوا اجتماعا موسعا لبحث سبل دعم الصناعات المصرية وتعظيم المكون المحلي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزير الإسكان أوضح خلال الاجتماع أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد ضرورة دعم الصناعات المصرية وتعظيم المكون المحلي للوصول إلى التصنيع الكامل للمنتجات وتوطين التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالصناعات المختلفة والتي تحتاج إليها مصر.
كشف وزير النقل عن تحديث نظم إشارات خط السكك الحديدية القاهرة الإسكندرية المزدوج بطول 208 كيلومترات بهدف تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان. على طول 10,000 كيلومتر لقطاع السكة الحديد في أنحاء الجمهورية ستلحظ أي عين ولو بنظرة عابرة التطوير الشامل لهذا القطاع في كل تفاصيله والذي حققته الدولة المصرية في 10 سنين الماضية التي تلت ثورة يونيو ومستمر فيه عبر أحد أذرعها الطولية وهي وزارة النقل. الوزارة بسواعد أبنائها من المصريين المخلصين عملت على تحديث يهدف لاستبدال النظام الحالي الميكانيكي القديم إلى آخر إلكتروني حديث في نظم إشارات السكك الحديدية بخط السكك الحديدية القاهرة الإسكندرية المزدوج. التجديدات شملت برج الشمال وشبرا الخيمة وقليوب وقها وطوخ وسند نهور وبنها وقوسنا وبركة السبع وطنطا وكفر الزيات وإيتاي البارود ودمنهور وأبو حمص وكفر الدوار وسيدي جابر والإسكندرية بطول 208 كيلومترات. أمر التحديث أيضا طال 19 برجا رئيسيا و15 برجا ثانويا و80 مزلقانا وبرج تحكم مركزي بإجمالي 1519 إشارة ضوئية و1751 دائرة كهربائية فضلا عن برج الوابورات وبرج إشارات التوضيب. وزارة النقل طورت أيضا على خط السكك الحديدية القاهرة الإسكندرية المزدوج عددا من المحطات منها محطة القاهرة وبنها وبركة السبع وكفر الزيات وطنطا لتشتمل هذه المحطات على غرفة تشغيل وغرفة للتحكم. وزارة النقل تسعى من وراء هذا التطوير والتحديث لنظم إشارات السكك الحديدية إلى الوصول لكثير من المزايا. يأتي في أولها زيادة عدد الرحلات اليومية وصولا إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان. أحمد نبيل، النيل. نبقى معكم ومتابعتنا تتواصل، وهذه المرة مع أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة. تحول إلى زميلة نهى محمود. مشاهدينا أهلا بكم والنشرة الجوية. يسود طقس حارة بنهار على القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة جنوبا وجنوب سيناء معتدل الرطب ليلا، وشبرا على القاهرة والوجه البحري ومدن القناة ووسط الصعيد، مع نشاط الرياح على القاهرة الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوبا وجنوب سيناء، والبحر المتوسط معتدل والبحر الأحمر معتدل أيضا. وعن التوقعات الثلاثة أيام القادمة نبدأ من القاهرة الأحد 23-35، الاثنين 23-35، الثلاثاء 23-35، أما عن شرم الشيخ الأحد 28-38، الاثنين 29-37، الثلاثاء 28-37، وأخيرا مع الأقصر الأحد 27-41، الاثنين 28-40، الثلاثاء 28-41. ونتعرف الآن مشاهدينا على بيان تفصيل درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. القاهرة 23-35، الإسكندرية 22-29، دمياط 22-32، بورسعيد 23-33، العريش 23-33، رفح 22-32، الإسماعيلية 23-35، سويس 23-35، مطروح 24-30، وادي نطرون 23-36، المنصورة 23-33، طنطا 23-34، دمنهور 23-34، سانت كاترين 16-33، الغردقة 28-38، شرم الشيخ 28-38، الفيوم 24-36، المنيا 24-38، أسيوط 25-38، سوهاج 26-41، قنا 27-41، الأقصر 27-41، الوادي الجديد 26-42، أسوان 29-43، حلايب 28-35، شلاتين 29-37، أبرمت 28-36، رأس حدر 27-34. تتويجا لهذه الجولة، هذا تذكير بأبرز عناويننا.
الرئيس السيسي يعرب عن اعتزاز مصر بعلاقة تعاون القوية مع اليونان. تحليق مكثف لمقاتلات الجيش السوداني في الخرطوم وقوته تتقدم في أجزاء واسعة في أم درمان. وموسكو تعتبر تزويد كييف بقنابل عنقودية دليل ضعف وغير مؤثر على مسار الأعمال العسكرية. هذا هو ختام ساعتنا الإخبارية الشاملة وتغطيات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية والجوية. كل هذه الأصعدة نعم وغيرها في أمان الله. إلى اللقاء. سعد.